السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين يا شباب؟ يا رب دايما كده تكونوا بصحة وبخير وبسلام. في فيديو النهاردة هنتكلم عن فضيحة موقع وايت ساند الرمال البيضاء والإجراءات القانونية وموضوع النصب والوكلاء والكلام ده كله، وإزاي تقدر تاخد حقك بطريقة قانونية. طبعا كنا حذرنا في الفيديو اللي انتوا فاكرينه ده، واللي كان فيه ناس برضو مصممة تشتم، وتعالوا نشوف احنا قلنا ايه في الفيديو. بيبقى فيها ربح وفيها فلوس. تعال نتكلم النهارده عن موقع اسمه وايت ساند. الموقع ده طلب مني كتير الفتره اللي فاتت. تعال نروح، مع اني شرحت قبل منه كتير وحذرت من مواقع زي دي كده كتير، للاسف الناس برضو ما بتتعلمش. تعال نروح للموقع. مبدئيا كده لو بتفتح الموقع تحس ان كان في عيل طفل بيلعب على برنامج الرسام، فقال لك اروح افتح موقع والم فلوس. بالظبط نفس الطريقه كده، هتلاقي الموقع عباره عن بيقول لك ان انا اعجابات على اليوتيوب واشتراكات على الفيسبوك. شغل مخك كده وشغل عقلك وما تمشيش ورا حد، ومش معنى ان هو دفع لك مره واتنين وسحبت فهو لو هيستمر شهر او اتنين مش هيستمر التالت، وفجاه مش هتلاقي الموقع. يا رب يكون الناس اقتنعت وتاخد بالها، والبيزنس موديل ده اتشهر الفتره اللي فاتت كتير جدا، وكل شويه يطلع موقع زي كده ويختفي. فانت عندك النت تقدر تبحث، انا مش متجني. ده كنا اللي قلناه وكنا حذرنا منه في الفيديو من 3 اسابيع، وتحديت احد المطبلين للموقع انه يكمل شهر، وصدقت التوقعات الحمد لله، لان زي ما قلت عيل طفل كان بيلعب ببرنامج الرسام وعمل الموقع يعني وضحك على الناس، والموقع ما كملش حتى 3 اسابيع. الموقع طبعا ملوش اي نشاط وملوش اي شغل ولا بيعمل اي حاجة للأسف. هو بياخد فلوس من الشخص اللي لسه داخل جديد يديها للشخص القديم، وهكذا لحد الموقع ما يحصل فيه العجز ومفيش ناس جديدة تدخل او التسويق بتاعه يقع، وخلاص كده يقف الموقع. الفترة اللي فاتت تواصل معايا ناس وحصل طبعا عجز، وبلغوني بمشاكل في البرنامج النصاب ده، وبقى يدفع لجزء بسيط من الناس والاغلبية لأ، في محاولة منهم انهم يخلوا الجزء البسيط اللي بيوصلوا الفلوس ده يفضل يسوق للبرنامج عشان يدخل ناس جديدة، وكمان عشان يطمن الناس ان البرنامج لسه بيدفع. لكن المحاولة فشلت لان الناس خدت بالها خلاص. طيب خلاص الموقع نصب رسمي، ايه الحل؟ الحل ان في ناس عملت جروبات على التليجرام متضررين لوايت ساند، وجابت الرؤوس الكبيرة بتوع البرنامج وحطت أساميهم في محاضر، وبيتم تجميع الناس والبلاغات ضدهم. طيب هل انت ليك حق؟ ايوة، لانك بتملك دليل واضح، ارقام فودافون كاش اللي انت بتحول عليها، وكمان اي شخص كان بيقنعك ان البرنامج مضمون وعلى مسؤوليته والكلام ده كله، وما كانش بيقنعك او ما كانش بيقولك ان ده مخاطرة او ان ده ممكن تخسر فلوسك، وكان بيقنعك ان الشركة موجودة زي ما هنشوف بالدليل كمان شوية. والواضح ان تم النصب في مبالغ كبيرة جدا، يعني حتى شوفوا هنا الصورة بتقول ايه، بيقول لك ما هي منصة وايت ساندز اللي كانوا جايبين، ويقول لك ان احنا متعاقدين دوليا مع مقاطع فيديو قصيرة بتاعت اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك ومش عارف ايه، يعني كلام كله نصب بطريقة واضحة زي ما انت شايف الصورة، وبيقول لك مما يسمح لاقتصاد المشاهير عبر الانترنت، يعني اليوتيوب والفيسبوك بيتعاقد مع البرنامج اللي انت شفتوه ده. يعني انت متخيل؟ شوف الموقع عامل ازاي، شكله عامل ازاي، يعني فعلا والله يعني برنامج رسام فعلا، مفيش اي بيزنس موديل ولا اي كيان ولا اي شركة، هو واحد يعني قدر يضحك على الناس ويخلي الناس تدخل ويدفعوا فلوس بمجرد ان هم ياخدوا 30 جنيه فيفرحوا وهكذا، يعني كمل. وبعدين طيب نكمل بقى الاجراءات. الواضح ان تم النصب في مبالغ كبيره جدا. طب وبعدين مباحث الانترنت هتتحرى عن الارقام دي وارقام فودافون كاش الخاصه بيهم، والرؤوس الكبيره دول اكيد ليهم تواصل مع اصحاب الموقع اللي هم اساسا مصريين، يعني الموقع مصري واللي وراه مصريين، وكمان في محاوله منهم كمان يعني البجاحة ان هم يعملوا موقع جديد، وكانوا يلموا فلوس جديدة بنفس الطريقة والنصبايا عشان يقدروا يدفعوا للناس، لكن برضو المحاولة باءت بالفشل لان خلاص الناس خدت بالها. تعال نشوف الصور، يعني هنا حتى عاملين اشعار نهائي كان المفروض يدفعوا للناس يوم 10 الساعة 6،
زي ما انت شايف بيقول لك وصلت جميع عمليات السحب في الوقت المحدد، لكن بسبب بعض الناس الذين يلقون الشائعات وتحتاج الشركة إضافة الدفع بالبطاقة البنكية تتأخر جميع عمليات السحب حتى مش عارف ايه، وستقوم الشركة بالتحقيق مع جميع الأشخاص الذين نشروا الشائعات. الله ما شاء الله عليكم. واضح هنا برضو الناس اللي هم الوكلاء بيتبروا وبيتبروا من الناس اللي هم وإخلاء مسؤولية. خلاص دلوقتي كله بقى يخلي مسؤوليته زي ما انت شايف. الحاجات دي الناس اللي بتبعتها لي المستثمرين زي ما انت شايف كده من جروبات الواتس بتاعت الوكلاء، ايه اقرا الكلام هيقول لك احمل. كل واحد بقى خلاص هيلقي اللوم على التاني والاجراءات القانونية وينسحبوا. طب بعد ايه؟ ما انت عارف ان الموضوع اصلا ما فيهوش الكلام ده كله. وهنا اهو بلاغ للنائب العام، الناس بدأت تجمع اهو: نحن مجموعة من الشعب المصري تم النصب علينا من قبل منصة إلكترونية اسمها الرمال البيضاء. منذ قرابة 3 أشهر انتشرت منصة إلكترونية تسمى شركة الرمال البيضاء، وفيها بقى الكلام ده كله بالتفصيل، وحاطين كمان أسماء الناس اللي هم عملوا أو ليهم صلة بالموقع وبأرقام تليفوناتهم وفي محادثات. وطبعا الكلام والموضوع هيكبر لان خلاص في بلاغات وفي ارقام فودافون كاش بتدل على ان في فلوس اتحولت وفي دليل موجود، وبالتالي مباحث الانترنت بقى هتتحرى عن الارقام دي، وهنشوف في النهاية ايه اللي هيوصل له. لان الواضح زي ما قلت ان في نصب ومبالغ كبيرة جدا 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 تم النصب فيها في موقع وايت ساند. للأسف حتى موقع يعني ما عرفش الناس دخلته ازاي وحذرنا منه، والموقع نفسه ما يوحيش خالص ان هو اساسا يعني موقع او ليه شركة او ليه كيان. في الاخر شوية لايكات على شوية مش عارف ايه وكلام يعني ما يدخلش الدماغ خالص. وبرضه الناس للأسف، لكن الناس بتدخل على عماها زي ما قلت، بيبقى في بتوع المحشي وبتوع الطبيخ هم اللي بيسوقوا للمواقع اللي زي دي، فيجي واحد مش فاهم فنفكر الموضوع فيه فلوس فبيحط فلوس بعماه وفي فلوس وخلاص، يعني ما يعرفش ان ده مخاطرة، وللأسف يلاقي فلوسه في الاخر مش موجودة وطارت. عموما ربنا يعوض على الناس ان شاء الله ويقدروا يرجعوا ولو جزء من الفلوس دي. نتمنى في النهاية لو الفيديو عجبكو ما تنساش اللايك والشير والكومنت، وتقول لنا رأيك هل انت استثمرت فيه ولا لا، ولو انت مستثمر ومتضرر هتعمل ايه. ما تنساش اللايك والشير والكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.